ليش تحب تعمل ضربه نهاريه؟ نعمل، بس زيد تنهب اموال الخدامه مع الوضعيه اللي تعيشها تونس سوا، وضعيه اللي يعيشها الموظف سوا، ما عادش موظف سوا. لو حتى حد ما عاد قادر، راك شفت البلاد وين ماشي. اليوم حكومات اللي خلات شعب على سكارة سميد وعلى اي ترازيت وعلى كيلو سكر ما تماش. اليوم سؤال يطرح نفسه، اليوم وين ماشي البلاد هذه؟ اليوم زاد عقدة الامور اكثر، يهبطوا فصل 20، منشور تاع فصل 20 باش نتفاوض معاه كنقابة اساسية ولا كهيكل نقابي على مستوى جهة مع صوت اشراف جهوية. يقول لك لا انا عندي مشروع ما تفاوضش معاك، سكروا البيبان. ايش شنو تنتظر منا غدوة الحي؟ ما الناس ساكتين ومازلنا ندافعوا على حقائقنا، وجاية الاضرابات جاية اخرى، وسبب فيها هي الحكومات. حكومات سابقة تجي وتتفق معاك وتصحح، حكومة من بعدها تقول لك انا خاتي. اي وين هي الدولة؟ مستمرين تحت. ما عندها سؤال يحير، لأول مرة من بعد الاستقلال الحكومات المتعاقبة هذه وكمت الحكومة هذه زي تسكرت الحوار بالبلوكيوس